أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا موسى الجميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ساقيها، ولكنها لم تفقد الإرادة والعزيمة، بتواجه الإعاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة أيقونة من أيقونات النجاح ورمز من رموز قوة الإرادة، بتواجه الإعاقة بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. قوة إرادتها كانت الدافع ليها تخطي هذه الإعاقة ويضرب بقوة إرادتها وعزيمتها إن هي تحافظ على رشاقتها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة، على ساق واحدة بتعيش حياتها وإرادة قوية بتواجه كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل كل متحدي الإعاقة، كل